البصر واحدة من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى حبها علينا، لذلك وجب أنه نحافظ عليها بشكل كبير. لذلك شهر أكتوبر العالم كله يحتفل باليوم العالمي للبصريات، وجاء الشعار حب عيونك، لكن في السودان حيكون الاحتفال يوم 28 أكتوبر. وبهذه المناسبة نحن نسعد جدا أنه نرحب بدكتورة نسرين آدم، رئيس قسم العيون والبصريات بالرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بولاية الخرطوم. أهلا وسهلا بك يا دكتورة. مرحبا بكم ومساء جديد، وحبوا عيونكم. أي والله لازم. شعار طبعا جميل كده ومميز، وفيه حاجة كده من، أيوة، من الجمال. وكثير إحنا قاعدين نسمع الشعر السودانيين والفنانين بيتغنوا للعيون، يمكن يكون فيها حاجات كده من الغزل على حسب رؤيتهم لمحبوبتهم. كل واحد بيتفنن في الكلام ده، لكن العيون بتظل إنه هي دائرة اهتمام ورعاية خاصة. هو شعار عالمي، لكن لو جينا نتكلم عنه شويه كده، بيعني شنو شعار حب عيونك؟ والله حب عيونك اهتم فيها، يعني العين دي بتشكي على اي حاجه في جسمك، ابسط شيء. لو جاك صداع ساكت بيظهر في عيونك، لو زعلان بيظهر في عيونك، لو اي حاجه، اي احساس، اي ايموشن بيظهر في العيون. فانت لو حبيت عيونك الناس، انت حتى لو ما شكيت بمرضك ممكن الناس غيرك يعرفوا، يقول لك انت مريض او في حاجه ما طبيعيه فيك. يعني انا حالفت نظركم لحاجه معينه في ووهان الصينيه، لما اكتشفوا وباء كورونا اكتشفوا اخصائي بتاع عيون وكان اول مصاب، وحذر الجمهوريه الصين الشعبيه من انه في وباء ظهر، وظهر له في انه العيانين اللي بيجوه للعيون عندهم بيشكوا من التهاب حاد وفي نفس الوقت احمرار في العيون وكده. فلما حذر السلطات الصينيه استهانوا بالموضوع وما اشتغلوا به، وبالعكس كمان اخذوه وعملوا معاه مهم. هو توفى، بعد ما توفى بوباء كورونا اكتشفوا بعدك السنين انه في وباء فعلا كان اسمه كورونا. معناه العيون دي كتاب مفتوح تقدر توصل اي حاجه. بالتاكيد. يعني اهميه الفحص الدوري للعيون، وبمناسبه يوم 28 اكتوبر والاحتفال في السودان باليوم العالمي للبصريات، شنو حتقدموا لنا؟ يعني هل بيكون في كشف مجاني؟ هل في علاج مجاني؟ طبعا في كشف مجاني، بيبدا من خط الدفاع الاول للصحه او للرعايه اللي هي الرعايه الصحيه الاوليه. نحن ان شاء الله في المراكز الصحيه بتبدا الفعاليات وبتمشي لحد مستوى المستشفيات الحكوميه حتى في المستشفيات الخاصه، لانه البرنامج ده هو برنامج عالمي، فمنظمه الصحه العالميه هي ذاتها بتكون رعاياه، وفي منظمات اقليميه ومنظمات محليه من ضمنهم منظمه البصر الخيريه هي كمان بتفتح حتى العمليات بتعملها حتى في الريف، حتى بيسافر يعني خارج الولايات يعني عشان يقدموا الخدمه دي. فالخدمه دي نحن اول برنامج ده عمل للتوعيه اصلا في البدء، يعني للتوعيه، توعيه المواطن، توعيه عموما المواطنين، عشان اشكاليه اذا في اشكاليه في العيون بالفحص الدوري. بالتالي بنحارب العمى. عندنا 2.2 مليار في العالم بيشكوا من الـ لقوهم ان هم عميانين، تيبيكالي عمى يعني خلاص لوست فيجن يعني. في 1 مليار الفحص والمتابعه يعني. في 1 مليار منهم لقوا انهم كان عندهم مشاكل بصريه بسيطه يعني مويه بيضاء. وكان ممكن تتعالج لو الشخص هو ممكن تتعالج. عنده اهتمام خاص بانه هو يفحص بشكل دوري بالضبط كده. هي كان ممكن تتعالج وما كان يصل لمرحله العمى. فعشان كده الفحص الدوري دي نشرت منظمه الصحه العالميه في سنه 98 ورعت البرنامج بتاع البصر العالمي، يوم البصر العالمي. طيب يا دكتوره، في حاجه مهمه جدا يعني، خصوصا الناس اللي بيرتدوا نظارات، بيطلب منهم الطبيب انه يكون عندهم فحص دوري ومراجع للطبيب كل 6 شهور، وبيتطلب الامر تغيير العدسات وتغيير النظاره كل 6 شهور. فبتلقي انه بيكون في تهاون في المساله دي. الواحد بيقول ما دام العدسه دي مريحاني وشايف بيها وكويس، خلاص سنه سنتين ثلاثه لحد ما تتكسر، حتى بعد ذاك امشي اعمل فحص او اشتري نظاره بنفس المقاس القديم وانتهى الموضوع. فيا ريت نتكلم عن اهميه الفحص. طبعا انا دايره انبه برضه لحاجه مهمه، اللوحة بتاعت البصريات البسيطة اللي هي فيها حرف الإي أو فيها فيجرز
ايا كان نوعها هي دي ستاندر. فانت ما ممكن من الطبيعه ساكت شايف لك جسم في حجمه الكبير تغرري بانك انت شايف ولا لا. انت عشان اتاكد من الحاجه دي ما تغير النظاره، امشي بنظارتك ذاتها وزور العياده واقعد في اللوحه دي وعلى المسافه دي وشوف نفسك شايفه كلها كويس ولا لا. انت اذا فقد حرف واحد يبقى في اشكاليه في النظاره. فالفحص الدوري هو اللي بيحدد لك، ما من الطبيعي انك تحدد انه انا نظارتي خلاص شايف مثلا التلفزيون قادر اقرا، لكن يمكن التلفزيون كان قريب. ما استاندر انا بالنسبه لي عشان ادي انك الاوت كم بتاع نظارتك دي هي فيها شنو. فالفحص الدوري هو بسيط، بقى حتى في المركز الصحي في اي حي يمكن في مركز صحي ابسط شيء. كثير من العادات السيئة اللي نحن بنعملها بشكل يومي وبشكل كبير جدا وبتأثر على بصرنا يعني، وكمان في أمراض زي السكري اللي ممكن تأثر تأثير كبير جدا على العيون. يلا العادات اللي هي ممكن، أول حاجة استخدام العدسات، أنا بقول استخدام العدسات بصورة عشوائية ممكن يسبب تلف للقرنية. قصدك عدسات التجميل؟ أيوة. أها. يعني استعمالها مفروض يكون بشروط، عندها شروط عشان تستعمل عدسة لاصقة. حتى في شروط ذات عندها، انت لو بقيت موافي للشروط في انك تستخدم عدسة لاصقة مفروض عندها هي ستيبس انك تستخدمها ذاتك. عشان شنو؟ عشان ما يحصل لك اي انفكشن بالعدسة دي. ان شاء الله نحن عملنا مطبقات وحتتوزع عشان الناس تعرف. اما بالنسبة لمرض السكري ده طبعا يعني اي مرض سكري مفروض دوريا سنويا او كل 6 شهور يعمل فحص لعينه، لقاع العين كمان للشبكيه، عشان المشاكل اللي بتحصل اللي هي صدري اللي هي طوالي بيحصل له، مثلا يحصل له يفقد نظره بنزيف، لانه الشبكيه دي الشرايين اللي فيها لو يتقفل باي جزء من دهون وسكر ممكن يتفجر داخل العين وانت ما بتعرفه ولا انا بعرفه، الا نعمل لك منظار لقاع العين او تصوير طبي لقاع العين. في حاجات مرات بتكون مرتبطه بالعيون زي الصداع، زول بيشكي من صداع لفترات طويله وكثير بيكون عنده علاقه بالعيون، يا ريت نتكلم عن الجانب ده يعني. والله الصداع دائما يعني ما هو دائما العيون، لكن يمكن اقول لك 3/4 يمكن يجي العيون. يعني اي زول بيحس بصداع يفحص يشوف باقي الاعراض شنو. طبعا احنا من عندنا يعني حاجه اسمها differential diagnosis اللي هي عشان نحن نفرز من عشان نجي نقدر نشخص حاجه لازم نعرف الاعراض كلها. صداع معه شنو؟ يعني في زول يقول لي انا عندي صداع لكن حاسس باحتقان في الانف، احتمال يكون عنده جيوب انفيه صح، لكن برضه ما بستبعد نظره، فبقول له افحص نظرك وشوف الجيوب الانفيه. اذا سلم من النظر بعد كده بحوله لحاجه ثانيه. اذا سلم من الجيوب الانفيه بقول لهم شوف الباطنيه، احتمال يكون عندك سكر، يكون عندك اي مرض باطني في جسمك انت ما حاسس به. فاللي هي العيون زي ما قلت لك هي في النهايه هي بتكون تدي الوعي لحاجات كثيره. شنو النصايح المهمه بمناسبه الحفاظ على البصر اللي ممكن نحن نتبعها للحفاظ على يعني عيوننا وبصرنا؟ والله بالنسبه لمرض السكري بالذات، انا بقول مرض السكري لانه يعني هم معظمهم بقى عندهم مشكله في النظر، يعني بيدوك في مراحل متاخره جدا. انا بقول لاي مريض سكري هو المفروض بعد 15 سنه لو ما تابع عيونه او تابع عيونه بتحصل له ديفكت في الشبكيه، يعني الديفكت بيحصل. فعشان ما يحصل بالمتابعه الدوريه هو بيقدر يعرف الحاصل شنو في عينه. عدم استخدام نظاره القرايه بطريقه عشوائيه، لانه نظاره القرايه ذاتها عندها مواصفات. يعني ليه؟ لأنا لو بلبس نظارة قراية بمقاس غيري ما بلبس بنفس المقاس. ليه؟ لأنه بتعتمد على إنه أنا نظري بعيد كيف. يعني لو زول نظره البعيد 100% بيكون عنده نظارة قراية فقط، أما زول عنده مشكلة في البعيد حيكون عنده نظارتين قراية وبعيد. عارفة بمناسبة الحاجة دي عندنا عادات سيئة سودانية كثيرة، منها لو واحد نظارته ضاعت ممكن يقول لك نظارتك دي حقت قراية، طيب اديني بس عايز أقرأ لي حاجة كده وأرجع لك. فهي نظارة القراية هي تعويض للطبيعه حقت عدسه العين، بتكون فقدت طبيعتها اللي هي فقدت شبابها عدسه العين. فاحنا بنقوم نعوض حسب عمرك، بنعوض لك العدسه حقتك. يعني زول مثلا عمره 40 سنه عنده درجه معينه، ده في حاله انه ما عنده حاجه بعيد، يعني ما عنده مشكله ثانيه بس قرايه، بنديه مقاس معين اللي هو بيعوض له عدسه العين دي.
فابقى نظارة القراية دي لو نحن أديناها أوفر ممكن تشوف لك، لأنها هي بطبيعة هي عدسة مكبرة تكبر لك وتشوف أي حاجة، أنت بتكون شايفة إيش، لكن بعد فترة ممكن يحصل اللي هو منقول عليه تشنج في عدسة العين. لو التشنج ده زاد من سنة تأكد تمام حديك موية بيضة. بنلقى الحاجة دي كتير في الأسواق، النظارات بتاعت القراية بتتباع، يكون فارشينها في السوق عديل والناس بتلمين وكل واحد بيقيس ويشوف الجريدة بالضبط. إذا كان بتقريه ولا بتقريه بيشتري نظارة ويلبسها بصورة عشوائية ممكن يكون عندها مضار والله كبيرة. هي إذا رصحت العين هي حاولت تحارب الحاجة دي وتوعي إنه حتى يعني أي زول داير يعمل الحاجة دي أو داير يبيع ما عندنا مشكلة ويترخص ويكون فيه طبيب بتاع بصريات يعمل الفحص وهو بيع نظارات ما في مشكلة. في حاجة تانية مهمة بذكر الأسواق والنظارات وبيعها بطريقة عشوائية، في نظارات الشمسية كثير بنسمع إنه النظارة الشمسية عندها ضرر للعين ما لم تكون أنت جبتها من طبيب والعدسة ذاتها فيها يعني حاجة مريحة بالنسبة لعينك، مدى صحة الكلام ده شنو؟ بالضبط كده، هي طبعا العدسات اللي هي اللي بيتعمل لها النظارات الشمسية هي عبارة عن بلاستيك وبيتلون فاللون دي ما بيحجب الضوء، الضوء ده ما عبارة عن أشعة، الأشعة لازم يكون في شنو حاجة يعمل لها ريفلكت ترجعها، يعني أنا ممكن أجيب مراية يعكس بها الضوء لكن ما ممكن أجيب لها بلاستيكة أخدتها ألوينها تعكس لي الضوء تمام؟ يعني المراية حتى لما تتضرب لما هي عبارة عن مثلا جزء شفاف لكن بيتضرب أو بيطلي بمادة سيلفر، السيلفر ده هو اللي بيعكس الضوء تمام؟ لكن العدسات عندنا في السوق دي عبارة عن عدسات بلاستيك بتتلون لون عادي خطأ، أنت بتخيل لك إنها هي مظلمة لك الجو والأجواء مسائية زي حقتكم دي كده، لكن الضوء إكزات لكله خاش العين كمان بطريقة مضرة جدا لأنه حيكون متشتت بعدة زوايا. فممكن أنا أكون لابسة نظارة شمسية وبعاين للشمس وأنا ما شايفة الشمس لكن في أشعة خاشة جوا عيني ضارة لي عيني وأنا ما جايبة خبر. طيب شنو الأمراض الوراثية اللي ممكن تظهر في سن معين وتأثر بشكل كبير على البصر يعني؟ والله هي الجلوكوما هي من أميز، هي كثير الأمراض لكن من أميزة الجلوكوما الموية السوداء، هي ارتفاع في ضغط العين تمام؟ ويعني في السمر أو في الأفارغة بنسبة كبيرة معنا. فضغط العين ده هو يعني فيه أنواع كثيرة، في نوع منه صامت حتى المريض ما يشكي منه إلا بعد ما يتدهور نظره أي. فأنا بقول لأي زول إنه لاحظ لإنه عيونه إنه في فرق يعني في العيون بالذات في العين واحدة ويحاول يعاين، لو حس إنه في فرق بين عيون الاثنين في الرؤية أو في بعض شي حصلت له أو ظهرت له حاجات مثلا طايرة أو كده فأرجو إنه يزور الطبيب عشان يقيس ضغط العين ويشوف الحاسة، خصوصا لو عنده في الأسرة حد عنده ضغط عين. طبعا الكلام عن العيون كثير جدا وما بينتهي يعني احنا حاولنا قدر الامكان نجيب الحاجات الشائعه والمحتاجه لاجابه عشان الناس تستفيد منها. بقى حاجه واحده يعني مهمه جدا لازم نقولها اللي هي مساله السهر وضرره بالنسبه للعيون، يعني الشخص يسهر الليل كله يجي ينوم الفتره الصباحيه ساعه 4 وخلاص. والله طبعا اصلا يعني مفروض الزول ينوم 8 ساعات عشان يقوم نشيط ويقدر يؤدي عمله. أما إحنا بالنسبة للعيون أنا هتكلم عن حاجة جزء مهم، الشبكية دي فيها نوعين من الخلايا، فيها خلايا عصيات وخلايا مخاريط. النوعين من الخلايا دي كل واحدة عندها شغلها، واحدة بتشتغل في الضوء واحدة بتشتغل في الظلام. فأنت ما ممكن تخلي لي الغرفة مظلمة شغال لي بجهاز منور، يبقى في شنو؟ في صراع حاصل في الشبكية وأنت ما جايب خبره ما بين الروتس والكونس بين الخلايا المخاريط والخلايا العصيان اللي حتشتغل وين فيهم، يبقى في صراع في الشبكية. بيجي الزول ده طوالي بيشكي من إنه عنده صداع الصباح يمكن ما يروح لفترة 6-7 ساعات، بيشكي من انه ما قادر يتحمل الضوء الطبيعي البرا لانه قبالك الخلايا دي خلاص اتعودت انها هي بتقعد تصارع مع بعض. لو دارين الزول يلاحظ انه في الخلايا واحده مسؤوله من الضوء واحده مسؤوله من الظلام، لو طفينا النور هسي هنجي زي دقائق كده ما حنكون شايفين، شويه شويه حنبدا نجمع. تخيل انه ربنا ختاها في انها شنو تشتغل
تدريجيا ما طوالي. فدي كلها حاجات لها علاقة بالأعصاب، والأعصاب طبعا الدماغ، ولو حصل اللي هو الصراع دي في الدماغ فحاول يتجاهل، ولما الدماغ يتجاهل تأكد نظرك انت ما حيرجع ثاني. انت عارفة انت بتقولي حسي في النصائح دي تقريبا 80% و 70% او كل انا عن نفسي انا تحديدا انا قاعد يجيني الصداع ده، وللاسف الشديد انا قاعد اعمل هذه العاده السيئه اللي حخليها بعد الفقره دي طوال يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كلهم يخلوه ان شاء الله. طيب بس يعني انه الواحد لو عايز يساهر في التليفون او في كمبيوتر او في تلفزيون، انا افضل انه الغرفه كلها تكون منوره، يعني يدي احساس انه الداي لايت كل الغرفه تكون منوره انه نهار، يعني شبكية تكون كلها فيها اضاءه عشان ما يحصل الصراع ده، يا يطفي الانوار كلها ويغمض عيونه. جميل. طيب هل ممكن لو شخص فاقد للبصر وكان في أسباب للحاجة دي، هل بعد زوال السبب يمكن أن يعود البصر مرة أخرى ويرى النور؟ والله بعد كده بترجع حسب الحالة بتاعته هو، يعني يعني مثلا لو كانت إشكالية وضوح في نظر، حتى ضعف النظر لو حصل إنه مثلا فترة معينة أو زمن أو كبر مثلا الشخص دي وصل عمر معين، ممكن تاني حتى لو لبس النظاره ما ترجع له الرؤيه. يعني لو زي مثلا فور اكزامبل في العلامات عندنا مثلا في قرص في لو حقت فحص النظر يكون شايف العلامه الكبيره دي مثلا وعمره 10، تمام، لبس النظاره والتزم بها وحصل عمره 20 سنه، نفس الشخص دي ما كان يعمل الفحص وما لبس النظاره، تمام، الشخص الثاني اللي ما لبس النظاره ده ثاني لو لبس النظاره ما حيشوف غير العلامه الكبيره دي، ده لو اتحسن اصلا ما حيشوف غير العلامه الكبيره دي. اما اللي كان بيلبس النظاره حيكون شايف اللوحه 6x6، حيكون ستاندر هو ذاته، يعني زيه زي الزول الطبيعي واحد، بس هو لابس نظاره وزول الطبيعي ما لابس نظاره، ده الفرق. فدي المشاكل اللي بتلاقينا وين الناس اللي بيجيهم رخصة في المرور بيرجعوهم كلهم يقول لهم بيطلعوا لك رخصة عشان انت شنو نظرك ما بتحسن. نعم، نتمنى الناس كلها تهتم بعيونها وتحب عيونها وتهتم بها اهتمام كبير جدا، والكشف على العيون بطريقة دورية، دي كلها من النصائح المهمة جدا. احنا سعدنا جدا بحضورك اليوم بكلامك الطيب ونصائحك اللي انت قدمتها. يعطيك العافية، تسلمي كثير. شكرا لك دكتورة نسرين آدم على الحضور الجميل. تسلمي. احنا لسه متواصلين معكم مشاهدينا في كل مكان، فاصل نرجع لواصل.